هل حضرتك تواصلت بقى مع رؤساء الانديه او مجالس ادارات الانديه وقلت لهم انتوا ازاي هتمشوا الطريق، ان هتحرك معاكم، احنا نساعدكم كاتحاد كوره ناخد خطوات؟ هل شفت استجابه من بعض الانديه؟ ومفيش مانع ان احنا حتى نقول الانديه اللي استجابت او واخده خطوات بحيث ان احنا نشجع باقي الانديه. ما احنا قلنا الانديه اللي استجابت الاهلي تحت هيشاركوا في فريق تحت 17، الاسماعيلي باكاديميه بتاعته، بنحاول مع انديه تانية زي الاتحاد، زي الحاج محمد مصلحي، طبعا انديه طبعا داعم جدا للكره النسائيه، بنحاول مع انديه كتير. يعني ان شاء الله باذن الله اشوف الدوري الجاي مختلف، وانا شايفه ان كل موسم بيبقى احسن من موسم، يعني الموسم ده لو في اخفاقات الموسم الجاي بقى احسن. أيوة. احنا ماشيين بفكره ان احنا خطواتنا تصاعديه، مش شرط ان انا انجح بنجاح الصاروخ وفي الاخر ما بقاش فيه، لا، انا بنجح بفكره ان خط ستيب باي ستيب، ولكن ما ارجعش. ايوه، انا باخد خطوه لقدام ما برجعش فيها. بحاول ان انا انشر اللعبه على قد ما اقدر في مصر كلها، تبقى بمتناول الجميع، يبقى عندنا قطاع كبير من الناشئات بيمارس اللعبه، وده مهم جدا لان احنا فعلا مستقبلنا في الناشئات. عندنا بنات مميزات جدا جدا، هنشوف منهم حاجه كويسه ان شاء الله. طيب محترفات بقى، اللاعبات اللي ممكن تخرج بره، انا دايما اسمع ان في لاعبات مصريات موجوده في اوروبا، مش كتير طبعا، بس اسمع اسم او اسمين، اسمع ان في لعيبه من وادي دجله رايحين يلعبوا في اوروبا او بيختبروا في اوروبا. هل المتوقع في المستقبل ان يبقى لاعبينا او لاعباتنا المصريات موجودين في اوروبا بشكل اكبر؟ انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا فعلا عندنا محترفات بيلعبوا بره مصر كتير. تذكر منهم يعني سارة عصام، يعني اللي على دماغي دلوقتي، لا، وفي كمان عندنا منى طارق، هيل، عندنا شروق السيد دلوقتي هتلعب في رومانيا، ممتاز. عندنا كمان سارة اسماعيل بتلعب في اسبانيا، عندنا كمان، لا، عندنا اسماء كتير، عندنا هيل. عندنا اسماء كتير، وسامية ادم بتلعب في تركيا في جلاتا سراي، فلا احنا عندنا عدد كبير. وطبعا احنا لما بنيجي نلعب مباريات في منتخبنا بنستدعيهم عشان يبقوا موجودين مع المنتخب، ممتاز. ان فكره ان انت عندك محترف بيلعب في منتخبه ده بيعلي الحماسه وبيدي طاقه ايجابيه ليه، وبيخليه يحس ان هو برده بيلعب مع منتخب بلده، حاجه متميزه، واحنا بنستفيد من خبرات وثقافات تانية زي لعبهم في تركيا أو لعبهم في أوروبا، ده كله بيفيد عندنا في المنتخب بتاعنا. فموجودين ودايما على تواصل بيهم، أي مشكلة عندهم بحاول أن أسعى أن أحلها لهم. عندنا نادين غازي كمان كان من ضمن البنات اللي كان عندها إصابة وعملت عملية، بعد كده تواصلت معاها وطمنت عليها وكنت شفتها قريب. دايما بحاول أدعمهم لأن هم دول ثروتنا، فلازم نحافظ عليهم ويحسوا بالدعم. ما كانوش يحسوا بالدعم من جوه بلدهم، صح، اولا، صح، ومن مسؤول عن اللعبه بتاعتهم في مصر، فهو لازم